هذا وقد أعلنت شركة بينيفيت عن رفع كفاءة شبكتها الإلكترونية ورفع الاستعدادات الفنية المرتبطة، وذلك استعدادا للزيادة الكبيرة المتوقعة لتحويلات العياد خلال فترة عيد الفطر السعيد، وذلك بسبب نمو التوجه نحو المدفوعات الإلكترونية. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف السيد نزار معروف، المدير العام المساعد للتسويق والابتكار في شركة بينيفيت. بعد التحية وكل عام وأنت بخير، هل توضح لنا الحزمة والمبادرات التي أطلقتها شركة بينيفيت خاصة خلال فترة عيد الفطر السعيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نهنئ القيادة الرشيدة وشعب البحرين والجميع بعيد الفطر المبارك، وكل عام والجميع بخير. طبعا كما جاء في التقرير، بينيفيت اخذت استعدادات شاملة في بزيادة طاقة الشبكة الإلكترونية استعدادا لهذا الحدث المهم، وهذا طبعا التزاما منا كشركة بينيفيت مع هذا التوجه الوطني بدعم المدفوعات الإلكترونية. وبالفعل لاحظ هناك في توجه كبير من ناحية ما شاء الله عموم المستخدمين بالتوجه نحو المدفوعات الإلكترونية، خصوصا في هذا في موسم رمضان المبارك وما تبعه خلال فترة عيد الفطر. اليوم لاحظنا أيضا هناك ما شاء الله في نمو كبير في استخدامات الشبكة الإلكترونية والتحويلات الإلكترونية. نعم سيد نزار، يعني كم من المتوقع أو كيف يتم إدارة هذه العملية مثل الأعياد؟ وكثيرا ما تكون الشبكة ربما تكون يعني هناك ضغط كثير عليها بسبب عيد الفطر السعيد. طبعا مثل ما تفضلت الضغط موجود، ولكن احنا كجهة يعني مناطبة إدارة الشبكة الوطنية للمدفوعات الإلكترونية أخذنا الاستعداد الشامل في هذا الموضوع. نعم طبعا مثل ما تفضلت ما شاء الله تبارك الله هناك في نمو كبير في المدفوعات الإلكترونية. احنا خلال الربع الأول مثلا تجاوزنا المليار دينار بحريني يعني خلال الربع الأول. نعم. مما يدل أن توجه الناس ما شاء الله بدأ وأصبح المدفوعات الإلكترونية كجزء من الثقافة الوطنية أو كجزء من ثقافة المدفوعات بشكل عام في المجتمع البحريني، وهذا يعني مؤشر مهم يتماشى مع التوجيه الوطني بالتحول نحو المدفوعات الإلكترونية. نعم السيد نزار معروف، المدير العام المساعد للتسويق والابتكار في شركة بينيفيت، شكرا جزيلا لك.